مثلث كبير يريد بلع المنطقة بأسرها ليسقط في فخ إيران المكان الأول الحاضن لكافة الفصائل الخارجة عن نطاق دولتها الأم فمن جنوب لبنان كانت نشأة حزب الله تحت شعارات عديدة منها التصدي للعدو الإسرائيلي ليخوض معها فيما بعد حروبا طويلة وينجح تحت هذا الهدف بابتلاع الجزء الجنوبي من دولة لبنان ويخرج عن نطاق سيطرة الدولة هناك. التجربة اللبنانية الناجحة أرادت إيران نقلها بحذافيرها إلى اليمن. في البداية دربت مجموعة من المبتعثين إليها من جماعة الحوثي كخطوة أولى لدعم هذه الجماعة التي خاضت حروبا ستة مع الدولة اليمنيه قبل انضمامها إلى ثورة الشباب السلمية في 2011 والتي تخلت فيه للمرة الأولى والأخيرة عن أسلحتها. نجحت الثورة بخلع الرئيس علي صالح من كرسي الحكم ليعود إليها هذه المرة مع عدو الأمس حليف اليوم ويبدأ بابتلاع الدولة ابتداء من دماج حتى صنعاء فباقي محافظات الجمهورية بعد السيطرة على صنعاء بدأت جماعة الحوثي باستفزاز الجارة السعودية بمناورات على حدودها ليكون الرد حاسمًا بتدخل عسكري فيها كل هذا وإيران تمد يدها وأسلحتها أيضا لمساعدة الحوثيين وإن كان عن طريق ذراعها الأكبر في المنطقة حزب الله أحيانا لتخرج أخيرا أدلة تؤكد هذه الحقيقة وإن تنصلت منها الجماعة الحوثية وحلفاؤها فقبل أيام قليلة صرح الرئيس هادي عن تدخل إيران في اليمن ودعم ميليشيا الحوثي بأسلحة ومقاتلين وحتى مدربين ماسكين في السجن عدد من الحرس الثوري الايراني. كنا ساجنين انهم عندنا. وعدد من عند نصر الله من لبنان. لتظهر في الساعات القليله الماضيه ادله تؤكد الدور الايراني خاصه بعد تسريب مقطع قيل انه من رمضان في العام الماضي. يظهر شخصا يدعى ابو صالح يدرب مجموعه من الحوثيين. وهي دورة لتأهيل المدربين في المستوى الأول. ينتقل فيها المدرب أبو صالح لمحاور عديدة، منها كيفية الاغتيالات والعمليات الاستشهادية كما أسماها. عملية انتحارية. ممكن عملية استشهادية. نحن نحن عملية استشهادية. الخبرة الطويلة التي اكتسبتها جماعة حزب الله في الحروب تريد نقلها للحوثيين في اليمن. هكذا يبدو من بعض أقوال أبو صالح في الفيديو. لكن الأهم هو تحضير هؤلاء ليكونوا مجاهدين فقط وتنفيذ العمليات الانتحارية دون السؤال حتى هلا عنا عملية نوعية قلت لكم عندنا إن شاء الله عملية نوعية إن شاء الله بتكون تتكلم بالنجاح قريبا بس أنا قلت لكم وين؟ لا قلت لكم كيف أنا نعملها؟ لا تكون شو هدفها؟ أبدا حتى أنتم مش أنتم مجاهدين؟ ما لكم دخل بالموضوع؟ ما لكم دخل أما الحكومة اليمنية فأعلنت عزمها تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد ممارسات حزب الله وتدخله المباشر في اليمن مؤكدة امتلاكها وثائق وأدلة مادية توضح مدى تورط حزب الله في الحرب التي تشنها الميليشيا على اليمنيين كل هذه التطورات تظهر صراعا دوليا خفيا أحيانا وظاهرا أحيانا أخرى تدخل اليمن فيه طرفا مباشرا بل وهدفا تسعى فيه اطراف خارجيه للسيطره على الواقع في الارض والحصول على مكاسب دوليه عن طريق الفوز بالمعركه الكبرى فيها